يقول السائل: هل ذكر كلمة محل حيث حبستني شرط من شروط النية في مناسك العمرة؟ نعم، إذا كان الإنسان عند الإحرام مريض ولا ويخشى أنه ما يتمكن من أداء النسك، أنه يزيد عليه المرض، فهو يشترط ويقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب لما أرادت أن تحرم وهي شاكية يعني مريضة، سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. إذا كان الإنسان يخشى أنه ما يتمكن من أداء النسك لأنه مريض، أو أن الطريق ما هو مأمون، أو العدو يخشى من العدو على الطريق أنه يصده عن البيت، فإنه يشترط، وإذا لم يتمكن يتحلل ولا شيء عليه عملا بالشرط. قال صلى الله عليه وسلم: فإن لك على ربك ما اشترطت أو ما شرطت. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.